ولمناقشة هذه القضية أرحب بضيوفي معي في الاستوديو الدكتور فارس الخطاب مدير المركز السومري للإعلام ودراسات المستقبل. أهلا بكم معنا دكتور. أهلا وسهلا. وأرحب بضيفي عبر سكايب من باريس الدكتور سعيد السالمي أستاذ الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الفرنسية. أهلا بكم معنا دكتور. أهلا وسهلا. نعم دكتور فارس، البداية معك. إذا نفذت إيران ما هددت به 60 يوما، انقضت نفذت التهديد، كيف تعلق على هذا الأمر؟ الجميع أعتقد الذي يعرف السلوك الإيراني وطريقة تعامل إيران مع المتغيرات الدولية والأحداث المتعلقة بسياساتها يعلم أن إيران عندما تقول الحقيقة تنفذ كجزء من هيبة هذه الدولة التي تريد إدارتها أن تثبت للعالم أنها إدارة متماسكة وأنها قادرة على مواجهة التحديات حتى وإن كانت من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هي تضع شركائها الأوروبيين في نقطة حرجة بسبب تردد ربما الأوروبيين في حذو واشنطن بعد أن رأوا أن واشنطن تجاوزت على حدود الاتفاقية أصلا، وربما رفضت من طرف واحد الاستمرار بها. لذلك إيران تريد أن تحرج الشركاء الأوروبيين وتريد أن تقول لهم أنني مستعدة للتخلي أيضا عن هذا الاتفاق وعليكم أن تتحملوا النتائج. هذه الخطوة ربما ستكون مدروسة بشكل أكبر من الأوروبيين مقارنة بواشنطن، ذلك أن الخطوة المقبلة ربما تعني الكثير فيما إذا قامت طهران بتجاوز. سنعود للخطوة المقبلة ولكن دعنا نتعرف على وجهة النظر الأوروبية أو السيناريوهات المتوقعة لدى قارة الاتحاد الأوروبي الموقعون على هذه الاتفاقية. دكتور سعيد، 60 يوما ألم تكن كافية لشركاء أوروبيين في هذه الاتفاقية النووية لتقييم الأمر ومن ثم التعامل مع تهديد إيراني؟ فعلا 60 يوما كافية لو كنا في ظروف عادية، ولكننا في ظروف استثنائية للغاية، وجعلت الأوروبيين يشعرون بأنفسهم في مأزق، أعتقد أنه مأزق غير مسبوق في علاقتها بالشرق الأوسط بشكل عام. هذا المأزق مردوه أساسا إلى الضغوط الأمريكية التي تريد أن تخندق إيران في هذا، في خندق الدفاع عن النفس، في خندق الضعف لكي تفرض عليها شروطها، والضغوط أيضا حتى من جهة إسرائيل على بعض الدول الأوروبية وعلى الخصوص فرنسا، لأن إسرائيل التي تعتبر إيران خطرا محدقا عليها. إذن هذه الظروف الاستثنائية هي التي جعلت من أوروبا أن أوروبا تبادر إلى حل المشكل من خلال الآلية المالية التي اقترحتها على طهران وتوعدت بأنها أو تعهدت بأنها ستفعلها. نعم، ولكن دكتور ما الذي يمكن أن يتغير؟ الظروف الاستثنائية ستستمر طالما استمر هذا التوتر في المنطقة ولن يتغير شيء إلا 60 يوما أخرى منحتها إيران للدول الأوروبية. ما الذي سيتغير لدى الجانب الأوروبي في المرحلة المقبلة؟ الذي سيتغير برأيي في الجانب الأوروبي هو الذي سمعناه اليوم، لأن هذه التصريحات الدبلوماسية المتضاربة تخفي محادثات ومساعي تدور في الكواليس ما بين مختلف الأطراف. إذن الاتحاد الأوروبي يقول لطهران اليوم بأنه يبحث الأمر مع أطراف أخرى دون أن يحددها. إذن الراجح أنهم يبحثون مع الولايات المتحدة الأمريكية حلا آخر للعودة إلى طاولة المفاوضات. طيب، مع إيران، ولكن ليس بالشروط التي فرضتها أمريكا. سأعود إليك دكتور سعيد، أرجو أن تبقى معي دكتور فارس. إيران هددت بداية ثم منحت مهلة أخرى اليوم، كيف تقيم ردة الفعل من الولايات المتحدة ومن دول الاتحاد الأوروبي على ما فعلته طهران صباح اليوم؟ هم يعتقدون أن العقوبات تفعل فعلها على طهران، وبالتالي طهران تسعى إلى الهروب إلى الأمام من الأزمة، لا تنكف على نفسها، وبالتالي ينعكس ذلك على مستويات المعيشة داخل إيران وردود الأفعال الشعبية ربما المطلوب أن تحدث من قبل واشنطن اتجاه الحكومة الإيرانية أو الإدارات الإيرانية. لذلك كما ذكرت إيران تهرب إلى الأمام من الأزمة من خلال المواجهة الجزئية، والمواجهة الجزئية تعني أنها قسمت مراحل المواجهة مع الأطراف الأوروبية من جهة وواشنطن من جهة إلى سلسلة من الأفعال المبرمجة لدى الإدارة الإيرانية. هذه المرة
زادوا من نسبة التخصيب. المرة المقبلة ربما سينتجون الماء الثقيل. المرة الثالثة ربما سيعلنون عن قرب إنتاجهم أو تصنيعهم لقنبلة نووية. هل أخطأت إيرانية؟ إيران في هذه الخطوة صباح اليوم من وجهة نظرك؟ أبدا. إيران الحقيقة تعلم علم اليقين أن الغرب عموما وواشنطن تحديدا لا تستطيع أن تقوم بعمل عسكري واسع وحاسم لإنهاء الحكومة أو السيادة الإيرانية بالشكل الحالي لها، لكن هي تريد أن تضع نفسها بموضع الند لهذه الدول مثلما كانت في الاتفاق النووي 5+1. نعم. الآن تريد أيضا أن تبرهن لهذه الدول وللعالم أنها سيدة الإقليم وأن لديها صلاحيات ولديها إمكانيات. اليوم مثلا على سبيل المثال أحد المسؤولين الإيرانيين قال يجب علينا أن نأخذ رسوم على السفن والناقلات التي تعبر مضيق هرمز. هذا الموضوع الحقيقة ربما في ظل هذه الأزمة يبين للعالم أن إيران تريد أيضا أن تبرز عضلاتها كشرطي وكمسؤول مهيمن على الإقليم من الناحية الجيوسياسية والجيوعسكرية. أتحول إلى طهران الآن، انضم إلي عبر الهاتف السيد صباح زنكنا الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك معنا سيد صباح. حياك الله. نعم، هل تستطيع طهران أن تتحمل تبعات هذا القرار الذي اتخذته صباح اليوم؟ لا شك أن إيران تدرس جميع الاحتمالات وتدرس جميع الإمكانيات وردود الأفعال ثم تقدم على أي عمل أو أي قرار تتخذه. هذا القرار لا زال طبعا في داخل إطار الاتفاق النووي، لم يخرج عن هذا الإطار. كانت إيران تنتج أكثر من هذا العدد وأكثر من هذه الكمية، إن كان بالكثافة بالنسبة المئوية أو بالكمية. والآن إذا تعود إلى تلك الأعداد والأرقام ستكون قد عادت إلى المربع الأول قبل البدء بالحوار. نعم، ولكن هذا يعني سيد صباح خروجها النهائي من الاتفاقية النووية، هذا يعني أنها تسير بمعزل عن الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة أيضا، هذا يعني أنها تقوم بتصعيد آخر ضد الولايات المتحدة وضد الشركاء الأوروبيين مرة أخرى. إلى متى تستطيع أن تتحمل هذه المواجهة؟ لا يعتبر، نعم هذا لا يعتبر خروج، لا زالت حسب البند 36 من الاتفاقية لإيران حرية العودة إلى هذه الكمية من الإنتاج. الخروج من الاتفاق سيكون بنسب أعلى بكميات أكبر والعودة ربما إلى إنتاج البلوتونيوم. هي لم تقترب لحد الآن من إنتاج البلوتونيوم ولم تزيد الكمية وحتى المدارات الطرد المركزي أيضا ليست مصممة على زيادتها. من ناحية أخرى إيران تؤكد على أن الاتفاقية لها جانبان، هنالك جانب التزامات إيران بالاتفاقية وجانب التزام الدول الموقعة على الاتفاقية. الدول الموقعة لم تنفذ أي من هذه الاتفاقية. عفوا على المقاطعة، سأعود إليك مرة أخرى دكتور سعيد. سؤالي لك الآن عن ردة الفعل الأوروبية، هل ستنتظر الدول الأوروبية إيران أن تخرج من الاتفاقية النووية وتقوم برفع النسبة من تخصيب اليورانيوم، أم هناك ردة فعل في 60 يوم القادمة؟ هو في الواقع لتحديد هذا السؤال على ضوء مداخلات الضيوف أن هناك جانبا أخلاقيا في خطوة إيران، هو أن تحدثنا العديد من السادة الفرنسيين في الموضوع عقب اتفاقية 2015 ومنهم مقربون من الرئيس الفرنسي آنذاك يعني قبل مجيء ماكرون، يقولون بأننا ضغطنا على إيران لكي ضغطنا كثيرا عن إيران في المفاوضات وكأنهم قدموا أنفسهم كضمانات ونتمنى أن لا تخل بالاتفاق، يعني أن احتمال الإخلال بالاتفاق كان واردا بالنظر لأمور الأسباب كثيرا منها ما هو معروف. ولكن لما أتت من الولايات المتحدة الأمريكية التزم الصمت.
إذن الآن إيران لما أتت وقدمت هذه 60 يوما، يعني كنتم لم تكونوا تثقون بي، ولكن ها أنا ذا اليوم أتيت إليكم وقدمت لكم مهلة لكي تراجعوا مع الطرف الآخر الذي أخلى من جهته هو في البداية لكي وإن لم طيب دكتور، ما الذي يمكن للدول الأوروبية أن تفعله تجاه طهران في الشهرين القادمين؟ ما يمكن فعله هذه المرة هو إقناع الولايات المتحدة الأمريكية على بالعودة إلى المفاوضات مع إيران وفق الشروط التي تضعها إيران. طيب دكتور فارس، أتحول إليك مرة أخرى، هل خسرت إيران بهذه الخطوة أنها قد جعلت الأوروبيين مع الأمريكيين في سلة واحدة الآن ضدها وقد استعدت الجميع أم ماذا؟ لا، هو بالعكس، هو الحقيقة هي تريد بهذه الخطوة أن تجعل الأوروبيين معها ضد التوجه الأمريكي للضغط على إيران بشكل ربما يخرجها تماما من الاتفاقية. لذلك هي تلوح بشيء كما تفضل الأستاذ صباح زنقنة من طهران، النسبة ربما الذي تشكل خطورة هي ما يعني أكثر من 20% نسبة التخصيب. هي تحاول أن تقول أنه أنا بمقدوري أن أرفع نسبة التخصيب، أن أنتج الماء الثقيل، أن أصنع رؤوس نووية تدخلكم كما أدخلتكم كوريا في نفق ربما مرعب. لذلك القضية تتعلق ليس في الضغط على أمريكا من ناحية إعادة الولايات المتحدة توقيعها على الاتفاقية، ولكن هناك نظام مالي اتفقت أوروبا على أن يكون رديف أو بديل عن النظام المالي الأمريكي المتعامل به عالميا، وهذا الموضوع تم بالتنسيق بين الإدارة أيضا. ولكن عفوا، ردة الفعل الأوروبية منذ صباح اليوم لا تتماشى مع ما تفضلت به أنها ستنحاز إلى الموقف الإيراني ضد الولايات المتحدة. يبدو أن أوروبا تذهب إلى ترامب وتذهب إلى رغبات ترامب ضد إيران. ليس انحيازا، أنا لا أقول انحيازا، لكن أوروبا أمامها أن تحاول باتجاه ترامب، لأنه إيران لم ترفض الاتفاقية. الذي رفض الاتفاقية هو ترامب. لذلك أوروبا تحاول مع إيران كما حصل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي والرئيس الإيراني. هذا الموضوع الحقيقة قد يعني السؤال هو ليس الاتحاد الأوروبي، السؤال هو الشوكة في خاصرة هذا الموضوع هي إسرائيل، إضافة إلى الدول الإقليم المتضايقة جدا من النفوذ الإيراني ومن السلوك الإيراني في المنطقة. هذه مجموعها تشكل عناصر ضغط على إيران من جهة وعلى الأوروبيين من جهة، وأيضا تدعم موقف ترامب الذي تطالب أن يكون العقوبات دورها أكبر. طالما تحدثت عن إسرائيل وترامب، أعود للسيد صباح مرة أخرى. سيد صباح، تحدثت في مداخلتك السابقة أن طهران تدرس كل السيناريوهات قبل أن تقدم على خطوة كهذه. السؤال هنا، هل درست إيران السيناريو الخاص بالتصعيد الأمريكي والإسرائيلي أيضا؟ لا شك أنها درست جميع هذه الاحتمالات وتعرف جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على أن تأتي بحظر جديد. يعني أمريكا استخدمت كل ما لديها من أساليب ومن وسائل لزيادة الضغط على إيران. يعني الضغط الأشد قوة مارسته الولايات المتحدة الأمريكية بالكامل. الآن بدأت الدور لإيران لكي تمارس الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتجعلها أولا في عزلة، وخاصة وأن الرئيس ترامب لابد عليه أن يخوض معارك انتخابية وملفات قضائية. وأما إسرائيل فأظن أنها أيضا تعيش في حالة من الإغماء نتيجة عدم توفر النسبة اللازمة لتأسيس الحكومة الجديدة، ولا زالت هنالك خلافات. نعم سيد دكتور سعيد، أتحول إليك مرة أخرى. سؤالي عن بيان الاتحاد الأوروبي، كيف قرأت ما جاء في هذا البيان؟ هذا الأوروبي كان قد فاضا ولم يتم الأمور بمسمياتها. أنا القراءة التي قدمتها لهذا البيان هو أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى استعادة دوره الاستراتيجي في السياسة الدولية في علاقته على الخصوص بالولايات المتحدة الأمريكية. نعم دكتور فارس، ما الذي تنتويه إيران في المرحلة المقبلة؟ ما الذي تنتويه إيران في المرحلة المقبلة؟ إيران الحقيقة هي في سباق مع الزمن. هي من جهة تعمل سرا ربما على
كما ذكرت على تصنيع شيء ربما يفاجئ العالم. نعم. ومن جهة أيضا تحاول أن لا تضعف أمام الآخرين بشكل أو بآخر. لكن إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية وكل القوى ربما التي تريد أن تقلم أظافر إيران في المنطقة، إذا أرادت أن تفعل ذلك بنجاح فعليها أن تحيد العراق. قوة إيران الآن الفعلية من الناحية الاقتصادية، من الناحية التعبوية، من الناحية العسكرية حتى، هو في العمق العراقي الذي ربما منحها الكثير. شكرا. وهذا ما تعلمه واشنطن جيدا. أشكرك شكرا جزيلا دكتور فارس الخطاب مدير المركز السومري للإعلام ودراسات المستقبل، كنت ضيفي في الاستوديو، كما أشكر ضيفي عبر سكايب من باريس الدكتور سعيد السالمي أستاذ الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الفرنسية، وشكرا أيضا للسيد صباح زنكنا الكاتب والمحلل السياسي كان معي عبر الهاتف من طهران.